بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان إزالة حالة عدم التعيين رقم 12، لأن الأرقام موجودة على قناتنا في اليوتيوب. قال: باستعمال المرافق أحسب النهاية التالية. إذن لننطلق على بركة الله. أولا أبنائي، أذكركم بشيء اللي هو حالة عدم التعيين. حالة عدم التعيين المشهور اللي هي الصفر على صفر، والما لا نهاية على الما لا نهاية، والصفر في الما لا نهاية، والزائد ما لا نهاية مع الناقص ما لا نهاية. هذه هي الحالات الأربعة. الآن نأتي إلى مثالنا هذا. ما هي الحالة الممكنة له التي يحدث لها فيها حالة عدم التعيين؟ لو نعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر، فتصبح الجذر أربعة كم؟ هو اثنان ناقص اثنان على صفر، يعني صفر على صفر. لكن هو شرط علينا، قال باستعمال المرافق، يعني هذه حالة عدم التعيين. إذا هنا أبنائي، بما أن شرط علينا أن نقوم بالمرافق، إذا نستعمل، نقول ليميت ونأتي بخط كسر هكذا. المرافق كيف يؤثر؟ كيف يكون يعني هذا العدد مرافقه هو نفسه، إلا أن يا أبنائي هنا نجعل الزائد، لكن لا ننسى الأقواس هكذا كما أشير. وهنا عندنا إكس، يبقى لنا إكس، لكن المرافق بما أن استعملناه في البسط علينا أن نضيفه في المقام هكذا. أبنائي لاحظوا جيدا، فنتحصل على ماذا؟ على جداء شهير رقم 3 اللي هو A ناقص B في A، ها هو الA زائد B، المشهور هو A مربع ناقص B مربع. إذن هنا لو نأتي إلى A مربع ناقص B مربع، ماذا يحدث يا أبنائي؟ يحدث لنا هذا الشيء، تصبح تساوي ليميت الإكس ما زال يؤول إلى الصفر، وهنا إلى الصفر، يصبح لنا هذا مربع. الجذر لما نربعه يذهب الجذر، يعني يصبح لنا إكس زائد أربعة ناقص هذا مربع ناقص أربعة على إكس في جذر إكس زائد أربعة زائد اثنان. يحدث أنه هذا يذهب مع هذا، ولما يذهب، إذا لاحظوا يبقى لنا هكذا، ثم عندنا كذلك هذا يذهب مع هذا، لكن في الاختزال يا أبنائي لا نقول يبقى الصفر، إنما في الاختزال يبقى لنا شيء اسمه الواحد. إذا هنا واحد. تعالوا الآن نعوض بالصفر، عوض هنا بالصفر، فتصبح لنا جذر أربعة اللي هي كم؟ اثنان، تصبح لنا واحد على اثنان زائد اثنان اللي هي كم؟ واحد على أربعة. إذا النهاية هي واحد على أربعة فقط. نأتي الآن أبنائي إلى مثال آخر. لاحظوا جيدا، دائما الطريقة التي فرضها علينا هي طريقة المرافق، معناه نقول هنا تساوي، لاحظوا جيدا، إذا قلت نكتب، لاحظوا نقطة نقطة أبنائي، إذا نقول تساوي ليميت المرافق مثل ما تحدثنا في الأول. لاحظوا أبنائي، إذا هذا هو، ثم مرافقه هو هذا، لكن قلت نغير في ماذا؟ في الإشارة. تابعوا جيدا نقطة نقطة، إذا هذا في، وهنا تصبح لنا زائد، وإذا كانت ناقص تصبح لنا زائد، وإذا كان زائد تصبح لنا ناقص في، وعندنا هنا إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد. دائما فكرة أ زائد ب في أ ناقص ب يساوي هنا أ مربع ناقص ب مربع، معناها تساوي ليميت هذا مربع، يعني يذهب بالجذر مباشرة، تصبح لنا إكس زائد ثلاثة ناقص هذا مربع اللي هو كم؟ ناقص أربعة على إكس ناقص واحد في ماذا؟ في جذر إكس زائد ثلاثة ناقص اثنان، ما زال الإكس يؤول إلى الواحد. إذا هنا ماذا ينتج لنا يا أبنائي؟ ينتج لنا ثلاثة ناقص أربعة تصبح لنا هنا ناقص واحد هكذا، ونختزل هذا مع هذا. لما نختزله يا أبنائي ماذا يترك في البسط؟ يترك واحد، مثل المثال الأول يترك واحد، والثاني وفي المقام يترك واحد. الآن نعوض برقم واحد فقط، فماذا ينتج لنا يا أبنائي؟ نحن نعوض بالواحد. نتابع جيدا نقطة نقطة، إذا هنا المرافق قلنا هنا يصبح لنا الزائد، وهنا الزائد، حتى نكون على دراية، ربما نسينا هنا الزائد لأن هذا هو نفسه المرافق، حتى تفهموا الفكرة. فتصبح لنا لما نعوض هنا بواحد تصبح لنا الجذر أربعة اللي هي كم؟
هي 2 زائد 2 تصبح لنا 4، إذا النتيجة هي 1 على 4 فقط. هذا المرافق هو نفسه هنا زائد زائد فقط، إذا وجدنا النهاية هي ربع. نأتي الآن إلى المثال الذي بعده. دائما هنا، لكن هنا دائما علينا أن نحترم مجموع التعريف، هذا لا جدال في ذلك، أن هذا لا يكون يساوي الصفر وأن هذا أكبر أو يساوي الصفر، هذه لا جدال فيها. إذا نضرب كذلك في المرافق، تصبح لنا ليميت، لو نعوض تعويض مباشر دائما نجد صفر على صفر، هذا لا جدال. إذا تصبح لنا إكس زائد 2 ناقص 2 هكذا في مرافقه اللي هو إكس زائد 2 زائد 2 خارج هكذا على إكس ناقص 2 في جذر إكس زائد 2 زائد 2 هنا خارج الجذر اللي هو المرافق، لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الإثنان. أ ناقص ب في أ زائد ب يساوي لنا الأول مربع ناقص الثاني مربع، إذا تصبح لنا ليميت هذا مربع يذهب بالجد، تصبح لنا إكس زائد 2 ناقص هذا مربع اللي هو ناقص ماذا؟ ناقص 4 على إكس ناقص 2 في جذر إكس زائد 2 زائد 2 مع الإكس ما زال يؤول إلى الإثنان. فماذا ينتج يا أبنائي لو هنا تصبح لنا هنا ناقص 2 لأن 4 ناقص 2 تصبح لنا هكذا، نختزل هذا مع هذا، لما نختزله يذهب هذا ويذهب هذا يبقى لنا عدد اسمه 1. تعالوا الآن نعوض بإثنان، لو نعوض هنا بإثنان كم؟ هنا 4، 4 تحت الجذر هي 2 زائد 2 تصبح لنا كم؟ 4، إذا تصبح لنا 1 على 4، ها هي النهاية يا أبنائي ربع، يعني المثال الأول الثاني الثالث كلهم يعني النتيجة هي ربع، لكن ليس بالضرورة. نأتي إلى المثال الأخير، كذلك لو نعوض تعويض مباشر نجد نفس صفر على صفر، فنقول تصبح هكذا أبنائي، لاحظوا تصبح تساوي كذلك، بما أن فرض علينا في طريقة المرافق نستعمل المرافق، تصبح لنا جذر 5 ناقص 2 إكس ناقص 3 في جذر 5 ناقص 2 إكس زائد 3، لأن المرافق لا تغيره هنا، لا غيروا هنا المرافق هكذا على إكس زائد 2 في ماذا؟ في المرافق اللي هو الجذر 5 ناقص 2 إكس زائد 3 لما إكس يؤول إلى ناقص 2. أ ناقص ب في أ زائد ب يساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني، معناها تصبح تساوي لنا ليميت هذا مربع، يعني يذهب الجد تصبح لنا 5 ناقص 2 إكس ناقص هذا مربع اللي هو ناقص 9 على إكس زائد 2 في جذر 5 ناقص 2 إكس زائد 3 لما الإكس يؤول إلى ناقص 2. إذن ماذا يبقى لدينا؟ تبقى لدينا تساوي لنا ناقص ليميت ناقص إكس ناقص عفوا ناقص 2 إكس ناقص 2 إكس ناقص 4 على إكس ناقص زائد 2 في جذر 5 ناقص 2 إكس زائد 3 لما الإكس يؤول إلى ناقص 2. لم أفعل شيء حتى الآن، أنا أقوم بعمل التعويض. ما رأيكم أبنائي لو نستخرج الناقص 2 كعامل مشترك؟ تصبح لنا هكذا، هنا الزائد وهنا الإثنان، لم أفعل شيء حتى الآن هكذا، نختزل هذا مع هذا، لما نختزل يا أبنائي يصبح لنا هذه الفكرة، لاحظوا جيدا نقطة نقطة كي نتعلم، يصبح لنا هنا ناقص 2. عوضوا الآن بناقص 2، يصبح لنا ناقص 2 على، نعوض هنا بالناقص 2 في 2 في نعوض بالناقص 2 تصبح لنا 4 زائد 5 تصبح لنا 9، 9 من 3 تخرج لنا بالثلاثة زائد 3 تصبح لنا ناقص 2 على 6، نقسم على 2 تصبح لنا ناقص 1 على 3، ها هي النتيجة قد استخرجت، يعني هنا أكملنا الحساب ليحدث عمل اختزال هنا مع هذا بعدما قمنا بالعمل، لأن هنا كانت إكس زائد 2 وهنا إكس زائد 2، اختزلنا هذا مع هذا بقيت لنا العبارة كما هي ثم عوضنا فذهبت حالة عدم التغيير. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما يمكنكم زيارة صفحتنا هي صفحة الفيسبوك للأستاذ
نور الدين ومنتدى الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.